فعلا تسريب شاومينج صحيح، ده كان تعليق احد الناس المتابعين للقناة، وزي ما قلت لك تابع القناة واشترك معايا في القناة عشان تتابع كل التسريبات والاخبار بتاعة تالتة اعدادي. شاومينج عاملة قنوات على التليجرام وعلى الواتساب، ونزلت النهاردة لسه منذ لحظات نزلت تسريبات لامتحانات الهندسة بكرة إن شاء الله في محافظات كتيرة خالص، وقالت إن إحنا هنولي نشر التسريبات في كل المحافظات. طبعا أنا بنزل لكم كل الحاجات اللي هم نزلوها دي صورة، طبعا أنا عامل الفيديو سريع بحيث لأن هو منزل حاجات كتيرة خالص النهاردة عكس الأيام اللي فاتت، ومنزلينها بالإجابات كمان النموذجية، فأنتوا حاولوا تستفيدوا من الحاجات زي ما قلت لحضراتكم يعني، وزي ما قلت لكم الطلاب والطالبات، انتوا هتستفيدوا من الحاجات دي، منها ان انت بتراجع مراجعة نهائية، ومنها برضو لو دخلت لقيت الحاجات دي في الامتحانات اهي موجودة بالاجابات، تبقى انت استفدت من الحاجات دي ان انت بتراجعها اول باول، لان في طلاب بياخدوها وبيستفيدوا منها. طبعا شاومينج نجحت في تسريب الامتحانات السابقة، سواء الامتحان العربي سواء الدراسات في كل، سواء الانجليزي في بعض المحافظات، ولسه كمان بتقول ان هي هتسرب الانجليزي بكره ان شاء الله. احنا بننزل التسريبات دي زي ما قلت لان عشان الطلاب يستفيدوا منها، وكانها مراجعه نهائيه لكل الطلاب، حاولوا تستفيدوا منها. تابع معايا القناه، اشترك معايا في القناه، ودوس لايك عشان يوصل الفيديو لكل الناس، وكل الناس تستفيد من المعلومات اللي هي موجوده. انا شايف المره دي ان شاومينج نازله بنظام اكتر ومنزلة تمارين أكتر وجميلة جدا في امتحان الهندسة، شايف إن هي هتفيد كل الطلاب والطالبات، وبالتوفيق للجميع يا رب دايما إن شاء الله.